رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. ونروح اليوم السابع اللي بيقول ان بدا مسؤولين اتحاد الكوره في انهاء ملف الاعداد الخاص باستضافه بطوله امم افريقيا وانتظار اجتماع الكاف يوم 9 يناير عشان يحسموا الدوله المستضيفه لكان 2019. الاتحاد الافريقي لكره القدم سحب تنظيم بطوله امم افريقيا من الكاميرون بسبب عدم الانتهاء من ملاعب وفنادق الاقامه، وتم الاستقرار داخل اتحاد الكوره بنسبه كبيرة على إقامة مباريات منتخب مصر خلال البطولة في استاد برج العرب في اسكندرية نظرا للإقبال الجماهيري الكبير المتوقع للقاء. إن شاء الله بإذن الله لو المباريات هتقام هنا أو البطولة هتقام هنا هتكون على استاد برج العرب، وإن شاء الله المباريات النهائية كمان هتكون في استاد القاهرة. كمان الفجر قالت أن استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تفويض هاني أبو ريد رئيس الجبلية لإنهاء أزمة ملابس الفراعنة قبل بداية العام الجديد. كانت الشركة المنتجة لملابس المنتخب الوطني قررت أنها تفسخ التعاقد مع مسؤولين الجبلية بسبب تراجع مستوى الفراعنة تحت قيادة الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني خلال نهائيات كأس العالم اللي فاتت. ومن المقرر أن يبدأ أبو ريدة في مخاطبة عدد من الشركات المنتجة للملابس بعد ما يرجع من الإمارات، وهو طبعا دلوقتي متواجد فيها عشان يحضر نهائي كأس العالم للأندية. ومن المنتظر أن يظهر المنتخب الوطني باللبس الرسمي الجديد ليه بداية من مارس اللي جاي وقبل مباراة النيجر إن شاء الله في التصفيات الأفريقية. وبيرغب أبو ريدة في إنهاء أزمة الملابس بشكل سريع قبل نهائيات الأمم الأفريقية واللي بتنافس عليها طبعا مصر مع جنوب أفريقيا لاستضافتها خلال شهر يونيو اللي جاي. كمان الوفد قال إن قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكورة برئاسة المستشار أحمد أبو العيلة شطب حكمين من الدرجة الثالثة، وهم عبد الله عبد الحميد القرناوي من منطقة الإسماعيلية وشادي علي من منطقة السويس، وإحالة لجنة الحكام في اتحاد الكورة للحكمين للتحقيق بسبب واقعة تدليس. والمفروض إن الشخصين دول قاموا بإحضار شخصين تانيين وانتحلوا صفة حكمين في اختبارات اللياقة البدنية للحكام قبل انطلاق الموسم، وبعد التحقيق تقرر إحالة الثنائي للجنة الانضباط مع المطالبة بشطبهم هما الاثنين، وده اللي أقرته لجنة الانضباط في اتحاد الكرة. كمان الشروق قالت ان اعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الاول ونادي ليفربول الانجليزي عن سعادته بما حققه خلال العام الجاري، وقال كمان انه لم يتخيل الوصول لتلك المرحله عند بدايته لمسيرته الاحترافيه. قال محمد صلاح خلال تصريحاته: لن اقول الاسبوع الماضي فقط، اقول ان العالم باكمله كان رائع. وقال كمان: يحلم كل طفل بالتواجد في التلفزيون، ولكن عندما صنعته لاول مره تغيرت أهدافي، أردت أن أصبح محترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل. ففي تلك الفترة قررت أنه يجب أن أصبح لاعب كرة قدم محترف. وأشاد محمد صلاح بدور والده في مسيرته وقال: عندما كنت في 14 من عمري كنت أشكو من السفر يوميا للتدريبات، لكنه ساندني وقال لي أن كل اللعيبة الكبار بيمروا بالمراحل الصعبة، كان السعر الذي نتحمله للسفر للقاهرة باهظ للغاية، ولكن أنسى أو لن أنسى أبدا الدور اللي لعبه والدي في مسيرتي المهنية. كمان موقع كورة قال ان صحيفة ميرور الانجليزية كشفت ان مدرب ليفربول الانجليزي يورجن كلوب لم يكن يريد في البداية التعاقد مع محمد صلاح في الموسم الماضي. وقالت كمان ان المدرب الالماني كان يضع نجم باير ليفركوزن جوليان براندت كخيار اول ليه. وكمان اوضحت ان المدرب الالماني كان متحمس للغايه للسفر بخدمات جوليان براندت، لا سيما بعد ان تالق الموهوب الالماني في السنوات الاخيره وجلب اليه الانظار اكبر الانديه الاوروبيه. واشارت كمان الصحيفه ان براندت لم يكن يريد الرحيل عن فريق ليفركوزن بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعبه اكثر من اجل ضمان مقعد ليه في تشكيلة المنتخب الألماني اللي شاركت في مونديال روسيا الأخير. وقالت كمان الصحيفة أن ليفربول حول أنظاره بعد كده لمحمد صلاح بعد ما اتضح للفريق الإنجليزي أن صفقة براندت لن تتم. وطبعا راح محمد صلاح، أو ده كان سبب مروح محمد صلاح لليفربول الإنجليزي.
كمان سوبر كورة قالت ان في تقارير سعودية قالت ان ادارة نادي اتحاد جدة السعودي اقترحت على الكرواتي سلافين بيلوتيتش المدير الفني للفريق التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر والمهاجم السنغالي الشهير ديمبابا لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهيقدم ان شاء الله اتحاد جدة موسم او بيقدم فعلا موسم كارثي في بطولة الدوري السعودي وبيحتل المركز ال15 وقبل الاخير في جدول ترتيب المسابقه برصيد 6 نقط حصدها من انتصار واحد وثلاث تعديلات في 13 مباراه. لفت محمود تريزيجيه صاحب ال24 عام انظار مسؤولين اتحاد جده بعد ما بقى احد اهم نجوم الدوري التركي وتم اختياره كافضل لاعب في الموسم الماضي من جانب موقع هوسكورد المتخصص في احصائيات كره القدم، وكمان تواجد في التشكيله المثاليه للمسابقه. كمان موقع جول قال ان حسين السيد ظهير ايسر فريق الاتفاق المعار من النادي الاهلي علق على حقيقه رحيله من الفريق السعودي خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه وانتهاء اعارته، وقال حسين السيد في تصريحات صحفيه ان كل اللي تم تداوله مؤخرا عن مغادرته للاتفاق في يناير اللي جاي غير صحيح على الاطلاق، وقال انا مستمر مع الاتفاق لحد نهايه فتره الاعاره بانتهاء الموسم الحالي واسعى لتقديم افضل ما لدي في المباراه المقبلة، وقال كمان نسعى لإسعاد جماهير الاتفاق وأتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي على مساعدتي في فترة الإعارة واستعادة مستواي. كمان موقع 1-3 قال ان بيعتزم نادي اهلي جده السعودي استعاده لاعبه السابق ونجم احد السعودي حاليا حسين عبد الغني، وده خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه عشان يكون بديل للمصري محمد عبد الشافي. قالت التقارير ان النادي الاهلي عنده رغبه في تسجيل عبد الغني في قائمه الفريق لدوري ابطال اسيا على حساب قائد الفريق الحالي عبد الشافي، وكان رئيس النادي الاهلي اعلن في وقت سابق عن سحب شاره القياده من عبد الشافي بدايه من يناير اللي جاي في اشاره رحيل اللاعب عن صفوف الفريق. كمان يورو سبورت عربية قالت ان نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اعلن عن رحيل مدرب الفريق جوزيه مورينيو عبر موقعه الرسمي، والخطوة دي جت بعد خسارة مانشستر يونايتد ديربي انجلترا قصاد ليفربول يوم الاحد اللي فات بثلاث اهداف لهدف واحد بس واستقرار الفريق في المركز السادس على لائحة ترتيب البريمير ليج. وقال النادي الشمالي العريق في بيان لي يعلن مانشستر يونايتد بان المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بمفعول فوري، وأضاف سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي قبل أن تتم دراسة معمقة لتعيين مدرب جديد بشكل دائم. كانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد هيكون ملزم بدفع 24 مليون يورو في حالة إقالة مورينيو قبل نهاية الموسم، وده قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي. كمان 1-3 قالت ان شبكه سكاي سبورتس اتكلمت عن نادي مانشستر يونايتد اللي قرر تعيين مايكل كاريك مساعد المدرب الحالي في منصب المدير الفني المؤقت للفريق، وهيكون معاه معاون كيرن ماكينا، وده خلال الايام اللي جايه خلفا البرتغالي المقال جوزيه مورينيو حتى الاعلان عن المدرب الجديد، وبيحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 26 نقطه وبفرق 11 نقطة عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا وبفرق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول. يلا كورة كمان قالت ان صحيفة الدايلي ميل الإنجليزية قالت ان المدرب الفرنسي لوران بلان بيأتي في مقدمة الأسامي المطروحة على طاولة إدارة مانشستر يونايتد لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، وكانت إدارة يونايتد أعلنت صباح اليوم عن رحيل المدير الفني البرتغالي على أن يتولى مدرب مؤقت الأمور حتى نهاية الموسم والتعاقد مع مدرب جديد. أكدت كمان الصحيفة أن بلان بتربطه علاقة قوية بسير أليكس فيرغسون، وده اللي ممكن يسهل من تواجده في مهمة المدرب المؤقت. كمان سبورت 360 قالت ان هنريك المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي اعلن ان اللاعب ادريان رابيو لن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي وهيرحل بشكل رسمي في الصيف اللي جاي، وارتبط اسم ادريان رابيو ابن 23 عام بالانتقال للعب في صفوف برشلونه من الصيف اللي فات في ظل رغبه البارسا في الظفر بخدمات النجم الفرنسي الشاب، وبينتهي عقد ادريان رابيو مع فريقه الحالي
باريس سان جيرمان في الصيف اللي جاي. حاولت إدارة النادي الباريسي إنها تجدد العقد معاه ولكن هو رفض عشان يخرج المدير الرياضي ويأكد بأنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل. وقال كمان هانريك بالنسبة لوضع اللاعب مع الفريق فهيكون في العديد من العواقب، فهو سيبقى على دكة البدلاء لوقت غير محدد. كمان صحيفة أسلا أسبانية قالت إن شان أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي هجوم عنيف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجناح المهاجم لفريق يوفنتوس الإيطالي في أعقاب المباراة الساخنة اللي جمعت ما بين الفريقين مؤخرا في الدوري الإيطالي، انتهت بفوز يوفنتوس بهدف للا شيء. سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70، وبعدها مباشرة توجه لحارس مرمى فريق تورينو وسخر منه، وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وش كريستيانو رونالدو كعقوبة لي على اللي عمله. وهاجم أوربانو كايرو النجم البرتغالي وأكد أن اللي عمله ده تصرف غير مقبول ولا يمكن أن يصدر من نجم كبير بحجمه. قال كمان أن لاعب بطل زي كريستيانو رونالدو لا يجب أن يقوم بمثل هذه الأشياء، لقد سخر من الحارس ولو كان بطلا كما يبدو فلا يجب أن يقوم بمثل هذه الأشياء. كمان بوابة فيتو قالت ان صحيفة سبورت الاسبانية كشفت عن المكافأة اللي هيحصل عليها كل لاعب في ريال مدريد الاسباني في حالة الفوز بمونديال كاس العالم للاندية المقامة حاليا في الامارات. قالت الصحيفة ان كل لاعب في النادي الملكي هيحصل على 100,000 يورو في حالة التتويج باللقب، وبيلعب ريال مدريد مع نظيره كاشيما الياباني بكرة ان شاء الله يوم الاربع في نصف نهائي كاس العالم للاندية على ان يلتقي مع الفائز من لقاء العين الاماراتي ريفر بليت الارجنتيني في النهائي في حالة الفوز في لقاء كاشيما. وقالت كمان الصحيفة ان اللي هيفوز بكاس العالم للاندية سنة 2018 هيحصل على جايزة 5 مليون يورو، فيما سيجني صاحب المركز الثاني 4 مليون يورو، والثالث 2.5 مليون يورو، وبيشارك النادي الملكي بقيادة مدربه سانتياغو سولاري في مونديال الأندية بصفته بطل لدوري أبطال أوروبا. نجح ريال مدريد أن هو يفوز في المونديال في آخر نسختين وبيسعى أكيد أن هو يضيف لقب جديد لخزائنه. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.